مرحبا معكم شادي محميد ابو يزيد في هذا الدرس رح نحكي عن موضوع الكلوجرز وخاصة عن استخدام الكلوجرز اكثر من كتابتنا للكلوجرز حتى ما يكون الموضوع مركب ومعقد اهميه الكلوجرز او الكلمه حتى كلوجرز اجت من الكلمه close لمنطقه مغلقه ونطاق معين ممكن انه يكون ضيق في لغات البرمجه بشكل عام احنا بنعمل عمليات تعويض يعني العمليه اللي موجوده عندنا هون على سبيل المثال فار اكس يساوي صفر هي عمليه تعويض قيمه صفر في المتغير x ما في لها بعد اكثر من مجرد التعويض اضافه الابعاد لاسطر الكود بتكون من خلال كتابتنا او استدعائنا لدوال او اكثر هيك بشكل معقد اكثر استدعائنا لدوال اللي بتتلقى كبارامترات متغيرات من نوعيه دوال اخرى اللي هو موضوع الفانكشن تايبس على سبيل المثال انا راح استخدم داله اللي وظيفتها تكون بتصنيف مصفوفه اعداد صحيحه بترتيب معين راح اعرف هون مصفوفه اسمها ARR تساوي نعطيها قيم اوليه بهذا الشكل ورح نحاول نعمل تصنيف لهاي المصفوفة في لغة Objective في لغة Objective C أيضا في عنا دوال اللي وظيفتها تقوم بتصنيف المصفوفات وأيضا في لغة Swift الدوال هاي بشكل عام تتلقى المصفوفة بترجع لنا مصفوفة جديدة مصنفة تصنيف تصاعدي أو تنازلي أو تصنيف حسب ما إحنا بنشوف إنه مناسب راح أعرف هون arr2 تساوي راح استدعي عمليه اللي اسمها sorted sorted في إلها اكثر من توقيع احنا راح نستخدم توقيع اللي نشوف عده توقيعات بامثله مختلفه اذا احنا بنعطيها بهذا الشكل فهي راح ترجع لنا باي ديفولت المصفوفه بترتيب تنازل تصاعدي عفوا ar 2 راح ترجعنا اياها بترتيب تصاعدي طيب اذا احنا معنيين انه نعملها ترتيب تنازلي على سبيل المثال طبعا في عندنا اكثر من طريقه معينه فراح نلاحظ انه sorted يمكن لها انها تتلقى كبارامتر ثاني فانكشن تايبس اللي بحدد لنا طريقه التصنيف المختلفه الفانكشن تايب هو عباره عن متغير من نوع دالي فعشان هيك احنا لازم نبني دالي اللي نقدر نبعث المتغير اللي من نوعها للاستدعاء تبع السورتد فرح اعرف عملية او دالة اسمها اب على سبيل المثال اللي بتتلقى عددين من نوع عدد صحيح وترجعنا لنا قيمة من نوع بول وظيفة الدالة هاي ترجع لنا أو false فيما إذا كان العدد الأول أكبر من العدد الثاني بهذا الشكل بشكل بسيط طبعا مع كلمة ريتير فهاي الوظيفة تبعتها بهاي المرحلة صار في عنا إمكانية إنه الـ ARR2 نعمل له دهس للقيم الموجودة من قبل نستدعي الدالة اسمها sorted نودي لها المصفوفة فاصلة نودي لها up نودي لها متغير من نوع دالة طبعا هذا الموضوع اللي احنا ذكرناه الفانكشن تايبس انه احد البارامترات يكون من نوع فانكشنز type وراح نلاحظ هون انه الـ ARR2 اعطانا مصفوفة بترتيب تنازلي بسبب انه الدالة راح ترجع لنا true ما دام العدد الاول اكبر من الثاني احنا ما راح نفوت في عمق في شرح كيف طريقة عمل sorted ولكن هون في عنا امكانية ان نشوف انه السطر هذا هو مش سطر تعوين انما استدعاء للبرامتر الثاني بيعطيه استدعاء لدالة أخرى وتنفيذ أمور معقدة أكثر طريقة إضافية لتنفيذ نفس الأمر من خلال أن نحن نجي نكتب sorted ARR فاصلة وهون بيجي عنا موضوع الكلوجرز بإمكاننا إضافة مجموعة أوامر خلال عملية التعويض يعني بدل ما أني أنا هون أبعث الدالة اللي اسمها أب أبعث متغير من نوع أب انا هون راح اكتب مقاطع الكود اللي انا بدي اياها شرط الدالة اللي اسمها سورتد انه البارامتر الثاني يحتوي على بارامترات اثنين ويرجع لنا قيمة من نوع بول اللي هي true او false فاحنا هون رح نعطي a b على سبيل المثال انه هاي البارامترات المتلقاة يعني احنا هون وكأننا بنكتب في دالة اللي بتتلقى a و b n وكأنه هون دخلنا إلى داخل البلوك الخاص بهذه الدالة وبعدها نكتب return إذا A أكبر من B ARR2 راح نلاحظ أن احنا حصلنا على نفس النتيجة بدون ما ان احنا نستدعي الدالة فوظيفة الكلوجرز اذا احنا معنيين نكتب مقاطع كود بدون الاعتماد على دوال يعني احنا نجي نقول احنا كل اللي بدنا يا يعني انه بداخل هذا السطر ننفذ كل المطلوب بدون ما نستدعي او نعتمد على دوال اخرى طريقة إضافية أن رح أنسخ الأسطر الموجودة عندنا هون وأكتب بطريقة مختصرة أخرى حتى بالإمكان الاستغناء عن كلمة ريتير وبالتالي نحصل على نفس النتيجة فهون في عندنا وكأنها دالة اللي في عندها بارامترات اثنين بندخل إلى داخلها وبنرجع قيمة التعبير A أكبر من B وبالتالي بكون في عندنا ترتيب تصاعد طبعا الدالة اللي اسمها سورتد بإمكاننا استعمالها أيضا مع النصوص رح نلصق النص من اول وجديد رح نعمل هون تغييرات اضافية من خلال استغنائنا حتى عن هذا الكتاب الموجود عندنا هون بدون ما نعرف بارامترات معروف انه الكلوجرز المطلوب انه يحتوي على بارامتر اول وبارامتر ثاني وبالتالي بامكاننا استخدام دولار صفر اكبر من دولار واحد بهذا الشكل ويعطينا نفس النتيجه حتى بطريقة مختصرة أكثر بإمكاننا الاستغناء عن كل كلوجرز بهذا الشكل نجي نعمل إشارة أكبر ويعطينا بالتالي نتيجة متطابقة فهون احنا بنلاحظ اهمية الكلوجرز اللي احنا من خلال سطر واحد ما بكون في عنا فقط عملية تعويض ولا عملية استدعاء لدالة انما داخل هذا السطر بحدث عنا كثير من الامور الاضافية المركبة بسطر واحد الأمثلة المستقبلية إن شاء الله اللي إحنا رح نشوفها رح تعتمد كثير على سبيل المثال على تحميل صور من الإنترنت على الاتصال مع الفيسبوك يعني هون إحنا على سبيل المثال نعطي البروفايل أو الاسم المستخدم وكلمة المرور لشخص في الفيسبوك او نحن نشغل الاي بي اي الخاص في الفيسبوك لانه نحن ما بنقدر ان احنا نوصل لاسم المستخدم وكلمة المرور طبعا بسبب الحماية وبالتالي هون بكون في عنا شو نعمل بعد ما انه اخذنا اكسس من الفيسبوك شو الاشياء اللي احنا معنيين فيها على سبيل المثال ان نعرض اسماء الاصدقاء الخاصين في المستخدم اياه بعد الانتهاء من تحميل وفحص صحة معلومات المستخدم لهون لموضوع الكلوجرز ما حبيت انه اتعمق فيه من خلال كتابة كلوجرز بانفسنا رح نكتب مستقبلا كلوجرز ورح نستخدم الكلوجرز مستقبلا يعطيكم الف عافية ما تنسوا تعملونا سبسكرايب نلتقي الدرس اللي بعده شكرا